هنشوف مع بعض تاني الشعب الجالس في الظلمة. احنا سفر حكمة 18:4، لان احنا حبسنا النور فتحققنا ان احنا نعيش في الظلمة. سفر حكمة 9:17، من يعرف احكامك يا رب اذا لم تعطي انت. اصلي لربنا. ابونا ابراهيم سأل ربنا، يا رب انت اللي خلقت السماء والارض دي، ممكن تكون حجر او تكون حتة خشبة تتكسر في ايدي، انت عظيم يا الله. فربنا عرف، اطلبوا من ربنا، انت ولاد ابونا ابراهيم ابونا اسرائيل اللي ربنا اعطاه اسمه، قال له لن تتعقب اخيك واسميك على اسمي. انت مين يا رب؟ انا اله اسرائيل. اذا انت دينك هو اسرائيلي، مش يهودي. يهودي ده ابوك، ده الجنسية. انا ابويا مصري يبقى مزرايم يبقى مصرية. طيب نشوف هنا مثلا حقوق 1، يا اله البر كيف تطيق الاسما، تعالى يا رب انزعوا من الارض ناس. مزمور 74، يا رب حتى لا يعيرك احد ويقول لك هم دول شعبك. يا رب ده احنا شعبك يا رب، احنا اولادك يا رب، ابراهيم بكرك، صلوا عشان اخوك. مزمور 119:140، مزمور 119 آية 140، صغير أنا وحقير، مش مهم تكون فقير، ولكني لا أنسى أحكامك. أنا عيدت ربنا عشان ربنا ما يبعتش عواصف تاني لأمريكا ساعة ما جاله، أنا ما أعرفش الحاجات اللي بتحصل. وربنا الحمد لله رغم إن أنا حقيرة وصغيرة، وأمريكا بتحمي ناس إرهابيين هنا. قلت له يا رب باقي الإرهابيين اللي في مصر ما فيش ولا وزير داخلية بيسألهم تلت التلاتة كام، ولا زيزي اللي أجرها أوباما ب 100 عاملاها إرهابية وبتضرب أمريكا، أنا مش بتحشر اللي أنت بتعمله. ربنا ضرب هنا وما ضربش أمريكا، وهيضرب تاني وهيخلي مصر صحراء جرداء. طيب الله راكب على سحابة، هيجي مصر هيهد على راسه. ودي الست العذراء هي سحابة نورانية، شوفوا النبوات اللي قالوا عليها، وكل مصر ترتعب. الله راكب على سحابة ويذوب قلب مصر، إشعياء 19:1. هنا من مصر دعوت ابني هوشع النبي. الله، ايه يا اخويا اللي جابه هنا؟ هربت الست العذراء وبابا يسوع معاها. الله، مزمور 110:1، قال الرب لربي. هما اتنين مش اتنين، احنا قلنا الكلام ده. تكوين 1:26، مخي قال لي، عيني قال لي، ايدي قال لي، مناخيري وبقي اطبخ، وشميت الريحه قال لي، حط اللون اخضر واحمر ورسمت. هل انا ثلاثه ولا اربعه؟ لا، جلس الرب عن يمين الله، يمين القوه. ما انا ايدي اليمين اهي، هي بعيده عن جسمي؟ ما انتوا لازم تعرف ان كل عيني فايدتها ان هي تشوف، ودني تسمع، بقي يتكلم، مناخيري تشم، لساني يدوق. كل واحد وليه دور، لكن كل واحد مع بعض، لانه خلقنا على صورته ومثاله. اديني افهم يا رب، افهم ايه؟ بص بيقول ايه في اشعياء 6:10، قال هو اللي عمى عينيكوا عشان ما تشوفش، ودانكوا عن ان انتوا تسمع. مش فاهمين ليه يا رب؟ ده انت حبيبنا، ده انت قلت اللي يجي ناحيتنا اللي يمسنا يغزق عينا ربنا. اصل انا عايزكم ما تعرفوش عشان تاخدوني تودوني القيصر عشان يعمل ايه؟ اسلوبني. ولو انت عرفت ان انا ابن الله مش هتودوني. قالوا اخليهم ما يشوفوش وما يسمعوش، رغم ليهم منين وبيشوفوا الاخضر والاحمر وكله مش هيعرفوني، يلاقوني واحد كشعر اسود وعينيه سودا وشكله جميل. على فكره في واحد من اللي عاملين افلام الرب يسوع المسيح شكله بالظبط. ما علينا. قال وبعد كده يرجعوا لي وانا ايه؟ اشفيهم. انا اللي ضربتهم انا اشفيهم. يا لهوي يا رب، 2000 وي كل دولة زمان. طب ما هو قال ارسل ملاكي، بعت يوحنا المعمدان، لحد دلوقتي الملاكي اللي كان قدامي قد 2000 وي؟ لا، ده ساعتها جه، حتى سالوا يوحنا المعمدان هو ده اللي جاي واروح نستنى اخر؟ قال لهم ايه؟ انتوا عارفين قال ايه. طيب دانيال بقى 7:13 بيقول ايه؟ هيجي شبه انسان والعالم كله يعبده. هنعبد انسان راس وايدين ورجلين؟ لا، ده هو ابن الله، زي ما نزل لابونا ابراهيم وكان معاه هو والملاكين وحرقوا سدوم وعموره، ودلوقتي هيحرقوا سدوم او مصر زي ما قال لنا ربنا، وقال في باروك 4 برضو عندكم، ربنا هيولع مصر وخلاها صحراء جرداء من شرها، الناس توابير على باب الزانيه. خلاص طيب، وهم اختاروا يدوا ربنا ظهرهم عشان الزانيه. اوكي بيقول ايه؟ مراسي 1:10، قال الذين امروا الرب ان يكونوا في جماعته، ناس اشرار ربنا يخليهم في شعبه. لا،
من يهين الله. ميخا 5، الله كان منذ القدم، الابن منذ القدم. طيب منذ القدم، أمثال سليمان الحكيم إصحاح 30 آية 4، من يعرف اسم الله واسم ابنه؟ الله إلى إسرائيل ابن الرب يسوع المسيح. ده لو عرفت زمان ما كانش حد يعرف، ما كانش لسه دي. طيب هنشوف تاني، وقلنا دي عيني دي ايدي دي بوج دي أنا دي إيفون، خلاص يعني كل واحد ما مش اتنين. عندما كان أبي يخلق كنت أنا أخلق. أمثال سليمان الحكيم 8 من آية 22 ل 30. يا ريت هنصلي عشان ربنا يكسر رجبة الأشرار وناس يوم الملعون. سفر العدد آية 5 من 11 ل 22، هو اللي هينزل بزلازل وبراكين ويكسره ويقطعهم. هصوم وأصلي. الناس الأشرار دي مش يعني سليمان الحكيم بيقول إيه، تنقصف عمرهم لو ناموا من غير ما يعملوا شر. ناس ليل ونهار دعارة وعارة وقتل وإرهاب وسرقة وزنا، ويبقى المتخلفين بالسحر ماشيين وراه. إذا اللي عطى ربنا ظهره مش ورا الزواني يتقتل. طب أنقذكم بدمي زكريا 9:11، حلو، من الكهف العميق. العخان اللي جاي يوم 18/9/2010 من الموت جابوه في البي بي سي، مات 3 سنين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو جام يبقى روحه في الهوا. أمال إيه الكهف؟ قال اللي في تحت الجالسين في الظلمة، اللي هو إحنا قلنا الكلام ده اللي حكى عليها سفر حكمة 18/4، حبسنا النور اللي هو أنت فرعون مش هطلعه، مش هطلعه. الذي خرج منهم النور الأبدي الأزلي اللي هو أنتوا. طب يبقى إيه؟ الجالسين في الظلمة أبصر نور. أيوة إحنا شفنا نور الست العذراء بابا يسوع جم هنا وعمل كل التماثيل كانت بتشوفهم تتكسر. الذي بلا عيب، عبدي الكامل والأعمى. هو مش عبد، هي بتترجم خادم، يعني هو ليه نزل لخدمة معينة. عيني بتخدم خدمة الأبصار، ودني خدمة السمع، خلاص؟ ما يجيش حد يشككك في كلام ربنا. أنتوا محدش يقدر يهوى بناحية الإنجيل بتاعكم، وقافلين عليه ومحدش بيكتب غير الكهنة، مش حتى لا يخطئ أحد. طيب دلوقتي بنشوف إيه؟ إشعياء 7:14 يقول لك الرب يعطيكوا نفسه آية، نفسك يا رب. العذراء تحبل وتلق، عذراء تحبل وابنه ابن يكون عمانوئيل، تولد لوحدها بنص الكروموزومات. طيب عمانوئيل يعني الله مخلصنا. زكريا 12:10 اتبكوا على اللي طعنتوه. هوشع 11:1 قلنا من مصر دعوت ابني. طيب وقلنا بقى حزقيال 37 قال لما يقومهم يلمهم من الارواح، الارواح من الهوا من الرياح. طب هم ايه اللي طلعهم من الكهف العميق؟ النور. انقذكم بدمي، نزل بدمه. وربنا نور ولا لا؟ انا والنور والحق والحياه. نزل تحت نور انقذكم، اللي في الكهوف القبور يعني الميتين، واحنا اللي في الضلمه شفنا الرب يسوع المسيح. انقذكم بدمه نور وطلعكم في الهوا. يجي يطلعكم يقومكم منين؟ من الهوا. شفنا الكلام ده في صمويل النبي، ازاي الوليه الساحره اللي هي شاول ما قتلهاش استطاعت ان هي بسحرها تختبئ، وحضرت له رحصه من نبي جت ارواح الهه تصعد من تحت الارض. ده مش الهه، ده نبي وبيحترم ربنا فروحه منور. الله يجعل ارواحكم منوره وما تعملش خطايا زي ولاد كنعان ولا زي مصر. هنا احنا هنا بلد قذره، ربنا يقول يمين احنا بنعمل شمال، ويستحقوا كل اللي ربنا يعمل لهم. كل بلد ساعدت مصر عملت تجاره مع مصر خربت. يا ريت اليهود اللي قاعدين في مصر يبيعوا تجارتكم واطلعوا على اوروبا، ما تروحوش اسرائيل، ما تروحوش مملكه يهوذا، لان انت شكيت في ربنا. استنى بره لما تتفرج يا ربنا يعمل ايه وهيكسر الدنيا عشانكوا ازاي. لما تامن بدل ما تروح هناك وبعد الشر ايه يحسبكم عمين، وقال اي فضل لكم لو عملتوا شر زي ولاد كنعان الملعون وزي مصر. ابي وابي نداب اوديكم شفت عملي فحصل له ايه. طيب هنشوف هنا كمان ايه، هنشوف زكريا 14 بيقول لما مصر تمنعنا الروح هيضرب الجاموس والبهايم بامراض. كل سنه 10 مليون بهايم تموت يدفع ثمنهم، و10 مليون ده وبرضه مش هنخليهم يروح. احنا رايحين عيد ايه؟ الفصح، القيامه، ايستر. لا ما نروحش. ما هو اله اسرائيل هو الرب يسوع المسيح. دي ايفون، دي ايفون، دي ايفون، دي اسمها ايه؟ مين هو اله؟ مين الاب؟ اله اسرائيل خارج السماء والارض، والاب رب يسوع المسيح. دي ايه ودي ايه؟ ابنه الصغير بيعلم. الله لم ينقد، يعني موسى النبي عطاكوا فرائض، هل اشعياء النبي نقد اللي قبله ولا بيكمل؟